السلام عليكم. ازاي تعرف ان الحجارة او البطاريات اللي داخل بطارية اللاب شغالة ولا لا؟ طبعا بطارية اللاب جواها حجارة صغيرة، الحجر الواحد هي تقريبا كل بطارية في حوالي 6 أو 8 من الحجارة اللي بقولك عليه. ازاي تعرف بقى يا معلم الحجارة دي كلها شغالة ولا لا؟ لان ممكن تكون في واحدة بس اللي بايظة مأثرة على البطارية. الموضوع بسيط، انت هتخش على البطارية هنا، بص هتلاقي مكتوب شعار، لازم يكون مكتوب شعار هنا، مكتوب بطارية تو نوت بري سنت، يعني لا تعمل. ايه هي بطارية تو؟ يعني حجارة رقم 2 لا تعمل. انت بقى لو فتحت اللاب ومكتوب حجارة بطارية تو، بطارية 3 4 5 لا تعمل، اعرف ان في حجارة منهم مش شغالة، وبالتالي انت مش هتغير البطارية، هتغير حجارة واحدة بس. يعني لو البطارية بتاعتك كفاءتها مش قوية، اتأكد من هنا وشوف الحجارة كلها شغالة ولا لا. هتحل البطارية، وبعد ما تحلها تخلي واحد متخصص يغير لك الحجارة الواحدة اللي بايظة دي، وبكده تقدر توفر فلوس البطارية وما تشتريش بطارية تانية. بس الموضوع بسيط وهتحافظ على عمر البطارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.